أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم موزايك، نافذتكم على دنيا الفن والجمال. نجول على طائفة من الأخبار المنوعة حول العالم، وفي موضوع حلقتنا اليوم قصة فنان سوري يسطر قصة إبداع على أرض المهجر. وفي موضوعاتنا أيضا، رسامة يابانية تروي بريشتها مأساة الإيغور في قصص ذاع صيتها على الإنترنت. دمى الماريونات مسرح يمتع أطفال غزة وينسيهم بعض من المعاناة. وفي موضوعاتنا أيضا، لعشاق السياحة الشتوية تفتتح مدينة دينزلي غربية تركيا أبوابها لاستقبال زوارها حول العالم من أجل استكشاف جنتها البيضاء باموكالي. المنطقة المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي تتمتع بعدد من الآثار، إضافة إلى الينابيع الحارة المكسوة بطبقة من الرواسب البيضاء والمستخدمة في العلاج الطبيعي. وتعد المنطقة زائريها بعدد من الفعاليات الرياضية، منها القفز باستخدام المظلات، إضافة إلى رحلات استكشافية في المنطقة. تبدأ في مثل هذه الأيام من كل عام فعاليات مصارعة الجمال في الولايات التركية الواقعة بمنطقة بحر إيجه غربية تركيا. مصارعة الجمال تعد تقليدا فلكلوريا لأتراك اليروك، وهم أقوام تركية تشتهر بالترحال وتربية الحيوانات، ويشترط المنظمون عدم إلحاق الأذى بالحيوانات المشاركة على أن يذهب ريع هذه المسابقة لإنماء المنطقة والاهتمام بمرافقها. لمحبي الإثارة يستأنف المخرج والممثل الأمريكي جون كريسينسكي مغامرة جديدة مع الرعب بإنتاج الجزء الثاني من فيلمه الشهير Quiet Place. يجري كريسينسكي مفاوضاته مع فريق العمل والممثلين للبدء بإنتاج الفيلم المقرر عرضه في 15 من مايو أيار المقبل. وحاز الفيلم بجزئه الأول عدداً من الجوائز المهمة، منها جائزة اختيار النقاد كأفضل فيلم رعب لعام 2018. ينطلق فيلم الرسوم المتحركة رفتان طايفا كوبيكلي تابي في شاشات العرض السينمائية في كافة المدن التركية. الفيلم الذي تنتجه شبكة الإذاعة التلفزيونية التركية TRT تدور أحداثه حول هضبة كوبيكلي تابي الأثرية التي تعتبر أهم كشف أثري لهذا القرن. ويسعى منتجو الفيلم إلى تسليط الضوء على أسرار هذه الهضبة التي حيرت عدداً كبيراً من العلماء. وقد حققت سلسلة أفلام الأطفال رفتان طايفة نجاحاً كبيراً عقب إنتاج الجزء الأول منها. مأساة الإيغور في تركستان الشرقية التابعة للصين تجسدها رسامة على صفحات حكايات يابانية ذاع صيتها على الإنترنت، من خلال قصة امرأة تعرضت لمحنة الاعتقال والتعذيب في معسكر احتجاز. نتابع. بين خطوط وثنايا الورق تحاول رسامة يابانية أن تعطي الشخوص المرسومة في هذه القصص اليابانية روحاً فياضة تروي ولو النزر اليسير مما يكابده المعتقلون من أقلية الأويغور في معسكرات الاحتجاز الصينية. الفنانة تومي شيميزو عكفت على تجسيد تلك المعاناة من خلال استخدام قصص مصورة ذاع صيتها على الإنترنت لتصوير قصة حقيقية جرت أحداثها مع امرأة تم احتجازها وأطفالها لتتعرض لأشد أنواع التنكيل والتعذيب. شعرت أنه ينبغي علي تقديم قصة عن محنة الأويغور، وحاولت أن أبقي ذلك بسيطاً ومفهوماً قدر الإمكان. القصة التي حملت عنوان ماذا حدث معي
لاقت رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً بعد نشرها على تويتر. فما يعانيه الأيغور ظل حبيس التضليل الإعلامي لسنوات طويلة. بعد ساعات قليلة من نشر القصة، ذهلت من عدد الإخطارات التي بدأت تتدفق بشكل كبير على تويتر، وقلت في نفسي إن هناك أمراً أحدثته هذه القصة. بطلة القصة مهري جول تورسون التي فرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تروي صور القصة كيفما ترى ضيعها في المعتقل بعد أن أخذ منها، وحتى هذه اللحظة لم تخبر بالأسباب التي أدت إلى وفاته. ويشارك فريق بإعداد هذه القصص البسيطة والمحببة لدى جمهور واسع، والتي تتم ترجمتها إلى عدد كبير من اللغات. أسلوب القصص هذا المسمى المانغا سهل في القراءة ويدفعك للتعاطف مع شخوصها. أود أن أساهم أكثر في نشر هذه الأعمال، فهي تعطيك معلومة بدلاً من التسلية البحت. هدفي هو مساعدة شعب الإيغور. قصص قصيرة تحاول من خلالها الرسامة شيميزو أن تروي مسلسل مآس طويلة يعيشها الأيغور في عالم يبكيها تارة ويغض الطرف عنها تارة أخرى. على قشور بيض النعام تبدع نساء أردنيات نقوشاً فنية ضمن مشروع أطلقته الجمعية الملكية الأردنية، ويهدف المشروع إلى المساعدة في تعزيز الحفاظ على الطبيعة ودعم دور المرأة المحلية في الإنتاج. نشاهد. بلش مشروع رسم سنة 2000، وكانت الفكرة منه أنه البيض الفاسد بدل ما أنه ينهدر وينكب نستفاد منه، نجسد اللوحات الموجودة بالقصور والأثار الموجودة بالأردن والطبيعة برضو الموجودة بالأزرق. برضو نحن كبنات فتيات من الأزرق استفدنا كوظيفة كماديا يعني ومعنويا تكتسبي حرفي. من عمري 19 سنة خلصت توجيه وجيت لهون، فاشتغلت أنه أجيت فترة تدريبية على الرسم، دربني المدرب وقلنا صرنا نشتغل واستفدنا من الشغل أنه مردود مادي إنا، وغير هيك أنك اكتسبنا خبرة يعني بالرسم. يعني هدف الجمعية بالنهاية هو ساعد الطبيعة تساعد الناس، هذا الشعار هو يعني تؤمن الجمعية بأنه يعني حماية الطبيعة يعني من شأنها هي مساعد، يعني ترتبط ارتباط وثيق بحماية بدعم المجتمعات المحلية أو بدعم الناس، فبالتالي المردود أو العائد المالي اللي متأتي من هاي المشاريع الاجتماعية الاقتصادية من شأنها أن تساهم في برامج حماية الطبيعة. حلقتنا لهذا اليوم نستعرض قصة النحات السوري مصطفى تيت من خلال لقاء أجرته معه أروى الباشا على هامش مشاركته في معرض إبداعات الذي نظمته جمعية شام للفنون التشكيلية. نتابع. حول منزله إلى متحف يعج بالفن والحياة.
بدأت رحلته في مجال النحت منذ أكثر من 30 عاما في مدينة حلب، ليتابعها اليوم بشغف العاشق في مدينة إسطنبول. الفنان والنحات السوري مصطفى تيت في ضيافتنا اليوم في موزايك، أهلا وسهلا بك. شكرا لوجودكم معنا، الله يعطيكم العافية. أستاذ مصطفى، عادة يكون السؤال الأول كيف بدأت رحلتك الفنية؟ هذا يوجه يعني لأي فنان سواء في مجال النحت أم التمثيل أم المجالات الأخرى، لكن أنا سأسألك كيف استطعت أن تبدأ من جديد في بلد اللجوء الذي تقيم به حاليا إسطنبول؟ كيف بدأت رحلتك الفنية هنا في هذه المدينة؟ بداية الله يعطيكم العافية، شكرا للقاء الجميل. طبعا احنا عانينا كثير بسوريا بين وقطعنا الطرقات بشكل بتهريب، يعني دخلنا على سوق على تركيا عن طريق كلس بالتسلسل. عبين ما وصلنا هون جينا مع حاملين معنا المعاناه والقهر من بلادنا، وتعبنا كثير عبين ما قدرنا نقدم شيء عن طريق النحت، نقدم رسالتنا الفنيه في اسطنبول. نعم، يعني أستاذ مصطفى اليوم منزلك هو أشبه بمتحف صغير، يعني يعج بهذه المنحوتات الجميلة، ببعض اللوحات، حتى ببعض المنحوتات الضخمة. كيف استطعت العمل على كل هذه الأعمال؟ ما هي الصعوبات التي واجهتها ربما؟ الصعوبات بشكل رئيسي أنا لا أمتلك أتيلي ضخم، يعني هناك عندي أنا بالنحت في عندي صوت، في عندي ريحة، يعني هذا الشيء ممكن يزعج جيراني الموجودين بالحارة، فكان في تكتم كثير من خلال العمل كأنه عم بشتغل بسرية تامة، فأغلق الأبواب بشكل متين وأنه أشتغل ما أطالع صوت أزعج جيراني. والمواد اللي بشتغل فيها يعني هي مواد من لدائن ومن حديد، فكلها ممكن تصدر صوت، فهذا الصوت كان يعني عقبة بالنسبة إلي، وعانيت كثير عبين ما وصلت أقدر أقدم أعمال بمستويات ضخمة يعني هي موجودة بالمرسم. أستاذ مصطفى، يعني خلال رحلة انتقالك من حلب إلى إسطنبول كنت حريص جدا على نقل بعض المنحوتات العزيزة على قلبك، طبعا يعني كما نقلت، يعني تماما عملتها كما نقلت بعض الأشياء الخاصة بك، يعني كالناس بالعادة تنقل الملابس، جوازات السفر، يعني هذه الوثائق المهمة، أنت قمت بنقل بعض هذه المنحوتات، لكن ربما واجهت بعض الصعوبة. هنا قصة معينة بتهريبها كانت من سوريا إلى تركيا، لو تحدثنا عنها أكثر. والله حدث معي قصة طريفة جدا، يعني مثل ما ذكرتي، يعني أنا حامل كنت مخبين ببعض ألبسة أعمالي المنحوتات، وكأنه عندي شيء غالي أنا بدي أعربه، كأنه معي طفلي أو معي شيء، لأني هدول أنا كفنان بقدم رسالة وهدول من ضمن رسالتي، يعني كيف أنا بدي أجي على بلد ما حد يعرف عني نحات، يكون معي أقل شيء هويتي اللي هي عمل نحتي أقل شيء. فحاولت أدخل معي 5 أعمال نحتية بطريقة بتقنية كأنه أنا مهرب أو خشخشي كما بذكروه عنا هون، فلفيتهم بكياس ودخلت ودفعت علي المبالغ، يعني حتى وقعت في مأزق، هناك داعش من طرف آخر حاجز فاتهمني أنه أنا بالتكفيري أو بهالأمور هاي، أنه كيف أنت أخذ معك تماثيل وهذا حرام وهذا الشيء لا يجوز. فجاوبت أنه هذا عمل، يعني عمل فني، ما غايتي منه أنا لا الدين ولا غايتي شيء، غايتي أنا أقدم فيه رسالة. نعم. من خلال العمل هذا، وتعذبت كثير الحمد لله، وبالأخير نجينا ووصلنا بسلامة. أعتقد أن هذه هي الأعمال التي إلى يميننا، هذا العمل نعم. الذي أثار 5 أعمال، لكن بالتصوير لا يظهر سوى هذا العمل. نعم، ما الرسالة أو الهدف الذي عملت عليه عندما قمت بنحت هذا المجسم أستاذ مصطفى؟ العمل هذا بحكي عن المرأة، المرأة الجميلة اللي هي بتختار في جمالها، المرأة الطاووس، إنه هي جميلة أنا فممكن أترك أي شغلات الثانية وأهتم في جمالي فقط. فهذا العمل هو يعني أنا هذا رؤيتي للعمل هيك الفكرة، بس أنا بترك القراءة الأعظم هي للمتلقي، فالمتلقي ممكن يكون يشوف من دائرة شمس، ممكن أشوف منها نقطة، فأنا بترك الحرية الاختيار التامة يعود للمتلقي، وأنا لي رسالتي الخاصة بكل عمل. نعم، يعني لك باع طويل جدا في مجال الفن وفي مجال النحت تحديدا، يعني بدأت هذه الرحلة منذ أكثر من 30 عام في مدينة حلب، وقمت بتأسيس أيضا متحف الطب والعلوم الإسلامية، لو تحدثنا أكثر عن هذا المتحف الذي قمت بتأسيسه في سوريا.
نحن ضمن مشروع الثقافي الإسلامي كان في حلب، انطلب من مدير المتحف اللي كان سابقا هو اسمه بيمارستان الأرغوني انه نحول هذا المتحف لمتحف الطب والعلوم الإسلامي. فجمعنا من خلال الكتب التاريخية ايش في علماء مسلمين وايش في لهم منتجات، من ضمنها كان الهندسة الميكانيكية وضغط السوائل. فكان أنا من نصيبي الحمد لله نفذت 10 أعمال، عمل منهم كان الساعة، نعم. الساعة المائية اللي تعمل عن طريق الماء وضغط السوائل، طبعا هالشي بفهموا أكثر شيء بفهموا عليه مهندسين الميكانيك. فالساعة اللي نفذتها أنا بتمثل الفصول الأربعة، بتمثل عندي الطقس، الجو حار إلا بارد، بتقول لي ربيع إلا صيف إلا شتاء الفصول، بالإضافة للساعة، بالإضافة عند الموضوع الرئيسي فيها تحسيها عبارة عن مسرح. هذه الساعة مؤلفة بالطابق العلوي من نوافذ، في كل نافذة بتطلع منها امرأة جميلة بوجه حسن، بتبرز خلال كل ساعة، تفتح النافذة وبتطلع علي، هي بتدللني للساعة. نعم، يعني من خلال الحديث الذي دار بيننا قبل قليل عن التماثيل التي قمت بتهريبها من حلب إلى سوريا، وأيضا الآن الحديث عن الساعة التي قمت بتصميمها وهي أيضا توحي إلى المرأة، يبدو هناك اهتمام عالي في أعمالك أستاذ مصطفى بالأنثى، بالمرأة. من هي الملهمة في حياتك؟ الملهمة هي أمي، أمي اللي ربتني وتعبت علي وأنشأتني عبين ما صرت. المرأة بالنسبة لنا كبشر هي أمنا، هي الأم، هي الزوجة، هي البنت، هي الأخت، يعني هي تعتبر نص المجتمع. أنا بالنسبة لي تعتبر 3/4 المجتمع، هي المدرسة الأولى اللي بتهيئ أي إنسان، اللي بتربي كبار العلماء ربتهم امرأة. المرأة هي ما بتعينه أو بتعطيه علم، بكفي أنه تعطيه أريحية نفسية، تعطيه طيبة، تعطيه العفوية تبعها، تعطيه الأنوثة، فهون بتقويه معنويا أكثر وممكن تخلق منه رجل كبير. صحيح. نعود بالزمن وإياك عدة عقود إلى الوراء، هل تستطيع أن تتذكر أول منحوتة قمت بإنشائها، وخصوصا أنك قلت لي تحت الهواء قبل قليل أنك وقتها كنت يمكن في عمر 15 أو 14 فقط؟ أنا بديت يمكن من صف الثالث، عبارة عن تجربة. نعم. أنا ما كنت أعرف حالي أنه أنا نحات، بس أعرف حالي أنه رسام، تعجبني أي صورة أرسمها، فاكتشفت حالي أنه حاد من خلال قطعة الصابون الصغيرة، فحاولت أنحت عليها الليرة السورية. نعم. فهي كانت أول عمل نحت إلي. المشروع الثاني طلبوا مني بالمدرسة، سويت خريطة سوريا التضاريس على قطعة من الجبصين، وأول مرة بستفيد مادياً من نحت كان عمري صف سابع، فعملوا لي عبارة عن لموا الطلاب، أستاذ المدرسة بالجغرافيا، يعني يا مصطفى أنت مكلف تسوي عمل يعني نشارك فيه باسم المدارس في المنطقة. والحمد لله يومها ربحت 20 ليرة من وراء العمل هذا، وقدمت عمل نموذج جيد من ناحية مادة جوصين، أول مرة بتعامل معه كنت بصف السابع. نعم. ننتقل من الذاكرة القديمة إلى يومنا الحاضر هذا، والجمعية التي أسستها برفقة مجموعة من الفنانين السوريين، جمعية شام. ماذا قدمتم من خلال هذه الجمعية؟ ما الذي تسعون إليه؟ ربما النشاطات أيضا التي تقومون بها هنا. نحن ذكرنا من شوي جينا من منطقة من حروب، جينا من قهر، فجينا متشتتين، يعني كل واحد ضيع بمكان، كل واحد ضيع يعني بزاوية. فحاولنا، اجتمعنا كمجموعة فنانين هون سوريين، معنا الدكتور عمر النمر ورئيس جمعيتنا، كنا مجموعة عبارة 12 فنان كل واحد من محافظة سوريين، نحاول نسوي كبيت عربي فني، سمينا جمعية فان، جمعية شام للفنون التشكيلية. واستقطبنا يوم على يوم يوم على يوم، هلأ حاليا صار لها جمعيتنا سنتين، استقطبنا الحمد لله 70 فنان. نعم. أسسنا الجمعية كفنانين سوريين، ونحن الحمد لله كرماء، فحاولنا نستقطب من كل الدول العربية. عنا فنانين من فلسطين، عنا فنانين من العراق، عنا فنانين من السعودية، عنا فنانين من تونس، من الجزائر. حاولنا نسوي يعني عبارة عن أسرة فنية عربية، مشان نوصل الرسالة العربية من خلال الفن التشكيلي لأخوتنا الأتراك، ونسوي اندماج بين الحضارات، بين الحضارة العثمانية والحضارة العربية من خلال الفن التشكيلي تبعنا.
الحديث يطول جدا في مجال النحت والفنون. الأستاذ والفنان السوري مصطفى تيت، سعدنا اليوم بلقائك في موزايك، وإلى لقاءات مقبلة بإذن الله. شكرا لوجودكم معنا، شكرا تلفزيون ترتي العربية. شكرا جزيلا. على مساحات واسعة تنتشر أعواد الخيزران الرفيعة التي يتم تهيئتها لإنتاج البخور بعد طلائها بمواد غنية بالروائح العطرة والألوان الزاهية. صناعة البخور في الصين نتابعها في التقرير التالي. نقوم بإنتاج البخور لأغراض عدة، ولكن الهدف الأساسي منه هو إظهار الاحترام لبوذا، لذا فالطلب عليه في تزايد مستمر دائما. كانت أعمالنا صعبة ومرهقة، ولكن مع إدخال الآلات أصبحت إنتاجاتنا سهلة وسريعة وبجودة أكبر. صناعة البخور مهمة جدا لعائلتي، فهي ليست مجرد عمل تجاري، فنحن نحافظ عليها لأنها حرفة الأجداد، فضلاً عن كونها ثقافة دينية تقليدية. صناعة البخور فن رائع ودقيق في نفس الوقت، فاختلاف بسيط في طريقة التصنيع قد يؤثر على جودة المنتج بشكل كبير. نحن نقوم أيضا بالحرص على إنتاج أنواع كثيرة لأغراض متعددة، منها تعقيم هواء المنازل ناهيك عن إعطاء رائحة عطرة. أمام خيوط ودمية يصطف عشرات الأطفال لمشاهدة عروض بمسرح الدمى، هي الأولى من نوعها في غزة. فرغم الحصار المفروض على القطاع، وجد فريق يطلق على نفسه اسم خيوط ضالته في إمتاع الأطفال عن طريق دمى الماريونات. نتابع تمام القصة في التقرير التالي، ونلقاكم الأسبوع المقبل بحول الله. دمى الماريونات عبارة عن دمى بتتحرك بالخيوط، زيها زي أي نوع من أنواع الدمى، بس هي الأصعب، وإحنا اخترناها مش عشانها الأصعب، عشانها مش موجودة في قطاع غزة تقريبا، أو لأول مرة بتنوجد في قطاع غزة، لأنها هي حلوة على المسرح، بتقدم رسالة سواء توعية أو تربية للأسرة وللطفل بشكل عام، في التعليم، في الصحة، الدعم النفسي، كل هذه المجالات ممكن يدخل فيها هذا المسرح. الآن إحنا بنجهز لعرض افتتاح لمنحة القطان، منحة الفنون الأدائية 2019 من مؤسسة عبد المحسن القطان. فزت فيها بشكل فردي، بس كونت فريق عشان أدربه يكون معي بهذا المسرح. هم تقريبا 10 صبايا وشابين، كلهم من لهم علاقة بالفنون، سواء النحت أو الرسم أو الديكور،
الموسيقى، كل هذه الأشياء متكاملة مجتمعة بتلزم لهذا، سواء في التصنيع أخذوا تدريب على التصنيع، على التحريك، تصنيع الدمى، كيف ممكن يحطوا الخيطان زي ما أنت شايفة، كيف ممكن كل خيط مسؤول عن جزء من أعضاء الجسم يحركه بالميكانيزم هذا. أخذوا تدريب كيف ممكن تكون حركتهم على المسرح، كيف نعمل نعد المسرح هذا من ديكور، من إلو الفن هذا إلو مسرح خاص، مسرح بيكون واقف عليه الفنان من وراء وإشي هنا مغطي من قدام، والدمية لحالها اللي بتبين في الفضاء المسرحي.